اهلا بيكم في حلقه جديده. النهارده فيديو جديد هنتكلم فيه عن اهم نصايح توقعات الابراج لشهر من منتصف مارس لمنتصف ابريل. والنهارده هنتكلم عن برج ناري وبرج الحمل، بعديه هنتكلم عن برج القوس والتور كمان النهارده. معلش يا جماعه، عندي قطه مش عارف يسموها ايه في بلدكم، قولوا لي. طيب كالعاده بليز ما تنسوش تابعوني على السوشيال ميديا، على انستجرام وعلى الفيسبوك، تقولوا لي اتفرجوا عليا من فين وانتوا برج ايه. ده الموضوع كبير بقى. طيب الاسبوع ده هيبقى فيه حاجه مميزه، هو انتقال الشمس يوم 20 اللي هو مدخل الربيع من الحوت للحمل يا برج الحمل. فالفتره دي الاسبوع الثالث اللي هو يعني من اول ابتداء من يوم من يعني الاسبوع الثالث اللي هو من نص شهر مارس، هيبقى عندك يعني حاجات كثيره ايجابيه هتحصل لك، لان الشمس جايه لك كنت في البرج بتاعك، فعندك ايجابيات كتيره جدا، عندك نجاحات، عندك انفراجات، عندك حاجات كويسه جدا ممكن ان شاء الله باذن الله تستغلها لصالحك يا برج الحمل. طيب من اجمد الايام اللي هيكون عندك هو يوم السبت اللي هو تقريبا يوم 20. يعني يوم السبت يوم 20 ده هتلاقي الدنيا كده ماشيه سلسه معاك، حاجات نفسك فيها، لو نفسك تعمل حاجه اعملها يوم السبت ده، هتلاقي فيه توفيق سبحان الله من عند ربنا، توفيق قوي جدا. متخانق مع حد ونفسك تصالحه، عايز تعترف لحد حبك، عايز ترجع لحد متخانق معاه، يوم السبت ده هيبقى ايه عندك يوم 20 مارس نقله كده في حياتك. فحاول ان انت يعني هو الاسبوع الثالث اللي هو اول اسبوع من يوم 15 حتى يوم يعني من يوم 15 يوم 27 في حلاوه بقى. هم برج الحمل كانوا بيعانوا على فكره، او كان عندهم ضغوطات وكان عندهم تعب نفسي وكان عندهم حاجات كثيره جدا من اول شهر مارس. فالدنيا هتبدا تتظبط من ثالث اسبوع من شهر مارس، تحس كده ان في انطلاق، في انفراج، في انفتاح، في حاجات حلوه بتحصل. طيب انا شايفه عندك يا برج الحمل كمان فلوس حلوه جدا الفتره الجايه، يعني كانك بتجمع فلوس، جالك هدايا كتير، جالك فلوس كتير، جالك حتى فلوس مثلا من حاجات ما كنتش متوقعها، من اصدقائك، من اهلك، من صحابك، من شغل، بس هي فلوس كتيره. بس انا شايفاك هتحوش، او كانك انت الفلوس دي مش هتصرفها، لا هتجمعها عشان تعمل بيها حاجه معينه. يعني كان انت في حاجه معينه انت محتاج فلوس عشان تصرفها فيها، ممكن تكون الحاجه دي على فكره مثلا حاجه عايز تشتريها، حاجه عايز تعملها، فانت كل الفلوس اللي هتجيلك هتجمعها كلها مع بعضها علشان تشتري الحاجه دي مره واحده. ماشي برج الحمل. طيب كمان يا برج الحمل شايفه عندكم انطلاق كده، يعني منطلقين، روحكم حلوه. يعني انتوا كان في ستريس قوي جدا في الاسبوع الثاني، يعني الاسبوع الثاني من شهر مارس كان اسبوع سيء جدا. قولوا الكلام ده مظبوط ولا لا؟ هل فعلا الاسبوع الثاني كان اسبوع صعب وسيء جدا ولا لا؟ وكنت ستريسد وعصبي وبتتلكك وروحك في مناخيرك، الا ان في الفتره الجايه دي برضه هتبقى عنيد لسه زي ما انت، وعصبي شويه وبتتعصب بسرعه، سهل استفزازك، بس مش زي تاني اسبوع. تاني اسبوع ده كان اسبوع سيء جدا جدا. فشايفه الشهر ده النجاح حليفك، عندك تفوق، عندك تقدم بخطوات سريعه، عندك انفراجات، عندك يعني عندك استقرار، شايفه فيه استقرار في حياتك، يعني كانك انت يعني تمضي قدوا نحو الاستقرار. زي ما قلت ان يوم السبت يوم 20 ده يوم مميز جدا، لو في حاجه نفسك تعملها، قرارات مهمه، حاجه نفسك يعني حاجه صعبه نفسك تعملها، اعملها يوم السبت يوم 20 مارس، وادعوا لي عشان اليوم ده تحس كده ان كان الدنيا بتضحك لك، كان الدنيا مفتوحه لك. طيب عندك حتى مفاجاه حلوه جوه بيتك، حاجه حلوه هتحصل لك، شريك هيعمل لك مفاجاه، ممكن يحصل شويه قلق بينك وبين الشريك بتاعك، الا ان الدنيا برضو هتفضل يعني انا شايفها اسبوع قوي جدا. الاسبوع الثالث والاسبوع الرابع حاجه كويسه، او الاسبوع في ابريل اللي هو من بدايه الربيع برضو شايفاك مبسوط، فرحان، منطلق، عندك طاقه، عندك حيويه، عندك انطلاق، فتستغل الطاقه الايجابيه دي ان انت تنجز حاجات كثيره نفسك فيها يا برج يا برج الحمل. شكرا. في حد بيقول لي انت الواناتي اصلا لابسه يا جماعه اخضر، فالواناتي لايقه على باك جراوند بتاعتي، فبجد شكرا يعني الكلام الحلو ده. وثانك يو يا ريم عشان تقولي ان الميك اب شكله حلو، يعني انت عينك اللي حلوه على فكره حبيبتي. طيب معلش الزغوطه سلامه، عايزه ميه. لا عايزه ميه تانية عشان خلصتها. انا عامله يا جماعه سيرجري في سناني، فعندي ضرس مفقود، فمش مش عارفه اضحك يعني، او مش عارفه اعمل اي حاجه. بس فده مش عارفه باين ولا لا، ادعوا لي انا خلصت نين. طيب قولوا لي يا جماعه الكلام ده اتفق معاك ولا لا، قولوا لي اتفرجوا مين فيا انتوا برج ايه. طيب تعالوا بقى نتكلم عن برج الحمل
والحب. شايفاك في الحب عندك شخص برج الحمل بحذرك منه، الشخص ده انت ممكن تكون معجب بيه جدا، نفسك فيه، نفسك تقرب منه، نفسك تعرفه اكتر، او انت حبيب قديم او شخص جديد، بس الشخص ده ممكن يستغل مشاعرك ناحيته، هو شخص انتهازي، فخلي بالك ما تنجرفش مشاعرك ورا حد او ناحية حد، لانه ممكن يكون حواليك شخص انتهازي بيستغل مشاعرك. العلاقة دي مش هتكون صالحك، بالعكس العلاقة هتجيبك لتحت، فخلي بالك في علاقاتك الفترة الجاية. يعني في اشخاص ممكن تكون بتحبهم ما عندهمش خير ليك، يعني ما فهمش خير ليك، بالعكس قربك ليهم هيضيعك وهيبعدك عن الطريق الصح. خلي بالك انت بتقرب من مين وبتبعد عن مين. شكرا يا استاذ سلام. ثانك يو. جهزي لي بقى لبس الجامعة. سلام على الله. الزغطة تروح، قولوا لي انتوا بتعملوا ايه يا جماعه عشان الزغطة او الحسقة دي تروح، يعني وبتسموها ايه في بلدكم؟ عشان اهي الدولة ما شربت ميه راحت، انا عارفه ان انا بشرب ميه بتروح يعني. طيب ففي حد قربك منه، حد انت بتتمناه، حد نفسك فيه، حد نفسك تقرب منه، هو حد شكله حلو جذاب، شكله حلو قوي كمان، فالشخص ده قربك منه بيتعبك، قربك منه هيبقى في دمار لحياتك او في حاجه مش كويسه على فكره. طيب بص بقى برج الحمل، انت برضو من الابراج اللي هتبقى محتار ما بين شخصين. جالك شخصين في حياتك الفتره الجايه دي، واحد منهم هيبقى عايزك عشان استقرار عاطفي، عايزك عشان عايز يتجوزك، عايز يقرب منك، عايز بيحبك يعني، عايز يبقى جنبك. واحد تاني داخل يستغلك، فهيبقى عندك شخصين في حياتك، واحد بيحبك بجد، مشاعره مشاعر حقيقيه بالرغم ان ممكن يكون في صعوبات في الارتباط بيه، واحد تاني ممكن يكون بيستغلك. طيب الشخص اللي بيحبك بجد ده يا اما شخص ترابي يا اما شخص مائي، الشخص اللي بيستغلك يا هوائي يا ناري، فانت تحذر الفتره دي من الابراج الهوائيه ومن الابراج الناريه. الابراج المائيه والترابيه كويسه معاك، بس شايفه في شخص هيبقى هيعرض عليك الاستقرار، هيبقى عايز يستقر معاك، عايز حياه طويله المدى، عايز حياه فيها استقرار، فيها لونج تيرم ريليشن شيب، وهيبقى هيقدم لك حب، هيقدم لك حنان، هيقدم لك فلوس، هيقدم لك عطف. والشخص ده شخص شخصيته قويه على فكره، شخص حنين طيب جدع عطوف، يعني عنده عطف كده، بيحب يعطف على الناس. فبنصحك ان انت تقرب من الشخص ده وابعد عن الشخص العابر اللي عايز علاقه جاي يلعب معاك، هو جاي يلعب. طيب الشخص المهتم بيك واللي عايز علاقه طويله المدى، اعتقد انه ممكن يكون شخص من برج مائي، حوت او عقرب او سرطان، هو بيحبك بجد وهيبقى مش جاي يلعب حتى لدرجه ان انت تقول له طب استنى شويه، يقول لك لا انا بحبك وعايز اقرب منك. فالشخص ده بيحبك حب حقيقي بجد، يعني هو حبه او مشاعره مشاعر صادقه جدا على فكره. فهيتعرض عليك الحب يا برج الحمل. طيب في فتره شايفك ان انت ممكن الفتره الجايه تدخل علاقه حب جديده، علاقه حب جديده، شخص انت هتبدا تعرفه تدريجيا، او ممكن تكون كنت تعرفه بس ما بتتكلمش معاه كتير، ما حصلتش فرصه ان انتوا تقعدوا ترغوا مع بعض، ان انتوا تتعرفوا على بعض، بس الشخص ده كان مثلا بيعجبك من بعيد بس انت ما جاتلكش الفرصه ان انت تقعد ترغي معاه. الشخص ده هتبدا علاقه ما بينكم وما بين بعض تدريجيا، يعني ستيب باي ستيب كده، كل شويه تعرفوا بعض اكتر، كل شويه تقربوا من بعض اكتر. الشخص ده شخص مشهور على فكره، وشخص جذاب جدا، ممكن يكون مشهور يعني هو معروف، يعني شخص معروف على فكرة، او مشهور عنده ليه علاقات بالسوشيال ميديا او بالممثل مغني لعيب كورة، بس هو شخص مشهور هيقرب منك وهيبقى عايز علاقة حقيقية، يعني مش عايز علاقة عابرة. وشخص جذاب وحواليه معجبين كتير، يعني انت هتبقى تدخل تخطفه كده، اللي هو انت طبعا يا حمل قوي جدا وشخصية قوية جدا، وهتعرف تدخل تخطفه كده من بين الناس كلها وتخطف قلبه، بس هو هيبقى مبسوط بالعلاقه دي، هو داخل وهو حاسس ان هو الله انا عايز ادخل في العلاقه، انا مبسوط ان انت بتحبني وبتقربني منك، ويعني شخص جذاب جدا واتراكتيف وشكله حلو كمان على فكره. طيب وشايفه ان هو يعني ممكن يكون حواليه معجبين كتير بس هيختارك انت، يعني هو انت مؤثر فيه قوي وهتعرف تاثر فيه كويس جدا يعني. طيب يبقى في المجمل يا برج الحمل، انا شايفه ان الشهر ده شهر ايجابي جدا، شهر حلو مليان مفاجآت، شهر عيد ميلادك، كل سنه وانتم طيبين يا حمل، هنبتدي عيد ميلاد الحمل في اواخر 3،
شهر فيه حب، فيه تفوق، فيه نجاحات، فيه استثمارات، وانت طالع تدريجيا. لان زي ما قلت اول اسبوعين في شهر مارس الدنيا كانت بايظه جدا. قولوا لي اخبار الاسبوعين بتوع او شهر مارس ايه؟ كان عندك مشاكل ماديه، مشاكل صحيه، مشاكل، مضغوط جدا جدا، فكل ده هيبدا يخف، فشايف النجاح هيبدا يبقى يمشي معاك كويس جدا، تفوق، تركز، ممكن بس تبقى عصبي شويه او سهل استفزازك او روحك في مناخيرك وعنيد جدا جدا. حاول بس تتحكم في النقطه دي. برج الحمل، حاول تنام كويس، حاول تسترخي، حاول ما تتعصبش بسهوله، لان انا شايفه ان انت بقيت سهل استفزازك يعني. وجاي لك شخصين في حياتك، واحد عايز علاقه عابره، واحد عايز يلعب بيك، واحد عايز يستغلك، والتاني بيحبك وعايز يقرب منك. الشخص اللي بيحبك وعايز يقرب منك هيبقى من برج مائي، يعني سرطان او حوت او عقرب، او برج ترابي، عذراء، ثور، جدي. وابتعد عن الاشخاص الناريين، لان فيهم شخص عايز يستغلك او يستغل مشاعرك او عايز علاقه عابره او بيلعب بيك وهيمشي بسرعه. ثانك يو، بحبكم جدا جدا يا برج الحمل. برج الحمل بقول لكم ايه، انا عملت فيديو حلو قوي عن برج الحمل، عن اسرار برج الحمل، وازاي تعرف ان برج الحمل بيحبك. بصوا يا جماعه، لكم كل الفيديوهات بتاعت برج الحمل فوق على اليمين، اتفرجوا عليها، اعملوا شير كتير كتير لحد محتاج يسمع الكلام ده. قولوا لي برج الحمل هل عندكم حيره وتشتت الفتره دي ولخبطه في الدنيا في حياتكم ولا لا. شكرا، باي باي، مع السلامه، بحبكم جدا جدا جدا، باي باي.